صافي بخير الحمد لله، مقيطة من هنا يا رمزيان ناضية الحمد لله. صافي خشي صعوبات ورا ضروري راه تشارجي راك تلعب الكرة الحمد لله. بعدا جبنا مقيطة من هنا يا رمزيان تكاليفا، وبعدا راه تلعب مع فيتا كلوب في كازا ان شاء الله يكون شي رباح عاوتاني وندوزو ان شاء الله. نشوف المستقبل في الشامبيونز ليغ هذا العام، راه ما كتسمعهمش كيقولوا الشعب يوري تشامبيونز ليغ راه خصك تجيبو واحد النجوم لقاء اليوم. كيداز الماتش اليوم؟ لا الماتش راه كان صعيب اخويا، كيف شفت السيناريو ما كان ساهل. يعني الشوط الاول يعني ما دخلناش في المباراه من البدايه ديالو، يعني بالرغم بان كنا منهزمين الحمد لله بالعزيمه والاراده قدرنا نرجعوا في الشوط الثاني. يعني كيف ماشي يعني سجلنا جوج اهداف وكنا ان شاء الله نقدروا نجيبوا شي ثلاث نقاط، ولكن الحمد لله اهم حاجه في هذا اللقاء هو التصير صعيب. اهم حاجه في هذا اللقاء كيف ما قلت لك هو التاهل. يعني الحمد لله يعني كنبغيو التاهل لهذه والجماهير ديالنا اللي كانت مساندانا. يعني الحمد لله يعني نزيدو نشتغلو نزيدو نشاهدو ان شاء الله باش نحققو. محسن اجي صاحبي اجي محسن اجي يلا معنا محسن متولي واحد من اللعابه اللي قلبوا الماتش دوزيامي طو قلبنا قلب. لا 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 شوف محسن قال لنا السلامي باللي ما بين الشوطين كان عندكم واحد يعني حديث مع لاعبين هو اللي كان ديكليك دوزيامي. الحديث اللي كان هو داكشي كيخصنا حنا كلعابه، ما رضيناش بالشوط الاول اللي ادينا ودخلنا في الشوط الثاني وكنا غنفوزوا بمقابله. ما عندنا ما نخسروا الا خاصنا نقطه وللفوز. اللعابه مشكورين على المجهود اللي داروا وترجي فريق كبير في ملعب ديالو. ملي كتضغط عليه راه كشتو في الدقائق الاولى عرفنا كيفاش نضغطوا عليهم، عرفنا نسجلوا هدف التعادل والهدف الثاني اللي ما تحافظناش عليه وتسجل علينا هدف التعادل. كنقول مبروك للجماهير اللي جات ساندنا تنشكرها، ومبروك اللعابه وان شاء الله غادي يكون الخدمه الجايه غادي تكون احسن واحسن بزاف. لا اللعابه كلهم فاعل خير وفاعل خير المدرب والمساعد والطاقم الطبي والطاقم الاداري وكل شيء الحمد لله كان مجند. وكما تتعرف لاعب خارج التيران خارج الديار ولعب مع ترجي فريق صعيب، الضغط ديال الجمهور الضغط ديال الجمهور اللي جا ساندنا من المغرب، والحمد لله نقطه خلاتنا ناخذ تاهل من هنايا. وعندنا ماتش ديال فيتا خصنا نفكروا فيه بشكل جيد، والحمد لله الحمد لله الريحوا سيمانا عاد غنلعبوا. الحمد لله اننا جينا لتونس وما ضيعناش التاهل، شكرا لجميع اللاعبين على مجهودات. بخصوص المقابله ما دخلناش في الشوط الاول مزيانين، ولكن رجعنا الاوراق ديالنا في غرفه الملابس واستطعنا اننا ندخلوا نعدلوا النتيجه. ما استطعناش اننا نحافظوا على الهدف. الان بعد نهايه المقابله شاهدنا الهدف الثاني ديال فريق الترجي، كنظن بانه تسلل واضح. هذا ما كيعنيش انها ما كانت مقابله مزيانه للاعبي فريق الرجاء. الحمد لله اننا ما خيبناش الجماهير ديالنا اللي حضرت اليوم بكثافه. كنبغي نشكرهم وكنبغي نوعدهم بانهم يثقوا في هاد اللاعبين يشجعوهم، وغادي نقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله. شيء جميل انك تسجل على فرق كبار، ولكن اهم شيء هو انك تتعاون الزملاء ديالك الكل تضحي وكنخرجوا بنتيجه واحده اللي هي تشريف فريق الرجاء البيضاوي. الصراحة تبارك الله عليهم. قبل المقابلة كان علينا ضغط كبير، ملي كتشوف التنقل الكبير ديال الجماهير ديالنا زاد علينا الضغط شوية، هو اللي كنظن بأنه ما خلاناش ندخلوا في المقابلة من الأول. ولكن الحمد لله أنه ما خيبناهمش وحققنا لهم تأهل تاريخي لجميع جماهير الرجاء البيضاوي. هنيئا لهم وهنيئا للشعب المغربي. الحمد لله على التأهل. صراحة بعد الشوط الأول اللي كان شوية كنا فحال خايفين، الحمد لله ما بين الشوطين كانت واحد الكلمات بيناتنا اللي صراحه حبزاتنا كثير وخلاتنا ندخلونا نغيروا كل شيء في الشوط الثاني. الحمد لله على التاهل. كنبغي نشكر الزملاء ديالي على القتاليه ديالهم طيله 90 دقيقه. التاهل مستحق لفريق الرجاء البيضاوي اللي غاب على المسابقه مده. وكنبغي نشكر الجماهير اللي تبعتنا لتونس اللي صراحه جات بكثافه، كنبغي نشكرهم من هذا المنبر وعلى اللوحات اللي تال تونس انك تجي دير دي تيفو. هذاك الشيء صراحه شيء كبير كيتحسب النقطه للجماهير الرجاويه، برافو عليهم. اصابه ما تبغاتش شي لعاب، يعني واخا تجلس غير 3 ايام ولا 4 ايام كيهرب عليك الريتم ديال لي ماتش. صراحه تعذبت، ولكن هذه المقابله صراحه خديتها مزيان لانني خديت جوج مقابلات ديال البركان وديال وجده. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.